واحد ملك أراد أن يحاسب عبيده، أنا دايما بتكلم في الموضوع ده بقول لكل واحد لابد من وقفة للحساب. أراد أن يحاسب عبيده في يوم للحساب، مش عايزة مناقشة. وبعدين هنا الناس يا إما ناس احتمت في المسيح ودفع ديونها على الصليب يا إما ناس هتفاجئ بأن الدين ثقيل جدا. واول واحد شوفوا اول واحد اتقدم له يعني زي ما بيقولوا اول القصيده الكفر في حاجه مثل كده مش ايه اول اول استفتاح قال امال الباقيين ايه قال له كله زي بعضه الجميع زاغوا معا ايه فكله مديون كله مديون اول واحد يطلع غير امين يطلع خائن قدم له واحد مديون بعشرة آلاف وزنه، فكر ازاي سرقهم ازاي صرفهم وديون الخطيه يا جماعه اصعب من ديون المال انا شفت ناس صدقوني كنا بنخدم في السجون شفت مره واحد محترم محترم مسجون لي حتى ب... قلت له ايه مالك طبعا مش مسموح لك تكلم معاهم كتير توعز وعزه وتمشي فقال لي عليا شيكات من غير رصيد كتب شيكات واتزنق وما يسدد يبقى النتيجه ايه ها واخد له عشر سنين سجن ما أعرفش اما يطلع هيعمل ايه ولا هو قادر يعمل حاجه محبوس وانا يوميها كنت برجع بفكر بقول له يا رب امال كنت هعمل ايه انا في الجحيم الحبسه الابديه من كان الذي سيسدد الديون لكن في واحد سدد كل الدين عني مش كده يحق لي ايه اهتف واغني عندما اتيت الى عندما جيت له بالذنوب بالدموع بالتوبه اقصى حاجه الواحد كان يتمناها من الرب انه يعني رب بس لو تصلح الامور معايا سامحني على الحاجات اللي انا عارفها قال لي لكن انا بسامح بايه ها بجميع الديون <applause> اما ان يعطي غفرانا كاملا لجميع الخطايا واما ان تبقى خطايانا علينا الى ما لا نهايه أوه. الراجل آلاف وزنه ما قعدش يقول له عملت ليه يا خاين يا غدار لكن جه لقى منكسر ذليل واذ لم يكن له ما يوفي هيوفي منين؟ مرة واحد الرب قال كده قال لي سمعان فاكرين حكاية سمعان الفريسي والمرأة الخاطية؟ آه المرأة الخاطية دي من أم 500 ف... وأنت طالع وسمعان الفريسي الرب قال له إيه؟ وأنت إيه؟ من أبو 50 صح؟ واحد كان للمدين مديونا قال يعني الواحد واحد خمسمية والتاني خمسين قال له بس أنا كويس قال له يعني على الأقل أنت مدين أنت مديون عند ربنا مديون بإيه مديون بالكبرياء ومديون بال بالأنزحة بتاعتك ومديون ده أنت فريسي كويس بس أبو خمسين أحسن من أبو خمسمية الاثنين محصلين بعض لأن الاثنين لم يكن لهما إيه ما يوفيان يعني. اوعى تفتكر او اللي شايفنا يفتكر ان اعمالك الكويسه تضيع سيئاتك الوحشه مفيش حاجه زي كده في الكتاب ده واحد قتل ومحكوم عليه بالاعدام وقدام القاضي قال له انا بنيت مستشفى وكنيسه وعملت بيت للمؤتمرات يقول له ده خط وده خط يا سيادة القاضي انا عملت اعمال عظيمه قال له الحقيقه تستحق الشكر قال له بس الاعدام قال له الاعدام يتنفذ لان اجره الخطية ايه موت